متابعينا مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم كومونتير، البرنامج الاسبوعي اللي تعودتوا عليه وتعودتوا انني في كل اسبوع فيه كنطرق الموضوع خاص بالشباب. هذا الاسبوع هذا غادي نهضروا على واحد لو سوجي اللي كريا البوز ديرنييرمون في ريزو سوسيو ومتعلق بواحد التنسيقيه اللي سميتها تنسيقيه النساء العازبات في المغرب. وباش تكون عندنا فكره اكثر على هذه التنسيقيه هذه شنو كدير وشنو الاهداف ديالها، غادي تكون معايا اليوم الرئيسه ديال هذه التنسيقيه سعاد. سعاد مرحبا بك معنا. شكرا اميمه، مرحبا بك نتوما. شكرا لك بزاف حيت قبلتي الدعوه وانك قبلتي انك تدوزي معنا وتهضري على التنسيقيه شنو الاهداف ديالها وشنو الناس خصهم يعرفوا بارابور لهذه التنسيقيه هذه. دونك نخلي لك الفرصه باش تهضري لنا عليها شويه، شنو هي التنسيقيه، انت جات الفكره ديال التاسيس ديالها ومنين جات؟ واخا شكرا امي على الاستضافه وشكرا للمتابعين الكرام. اولا تنسيقيه النساء العازبات اللي كنأكد عليه هو ان مجرد فكره هزليه، يعني واحد النوع من الساركازم لاجل الترفيه عن الذات وخلق واحد النوع من الدعابه والى ما غير ذلك. دونك فكره تنسيقيه النساء العازبات جات من بعد ما تم تمديد الحجر الصحي مؤخرا وخرجنا بواحد الفكره ديال نخرج باسم ديال تنسيقيه النساء العازبات نطرقوا فيه على مجموعه من المشاكل اللي كيعانوا منها العزاب والعازبات، بحيث ان مده الحجر الصحي كانت مده كبيره بزاف، يعني 3 شهور الى ما غير ذلك، وخلقات مجموعه من المشاكل اللي هي مشاكل نفسيه واجتماعيه. علينا هذه الفكره ديال اننا نديروا تنسيقيه النساء العازبات وجات على هذا الشكل. واللي كنزيد ناكد عليه انها مجرد تنسيقيه اللي جات ناكد عليه انها مجرد تنسيقيه اللي هي هزليه، ولكن داك الشيء اللي كاين في التنسيقيه يعني معظم الافكار اللي جات في التنسيقيه هي افكار ومبادئ اللي كانت تبناوها وكنناضلوا لاجلها ولاجل مجتمع متحرر وتقدمي الى غير مدني. داكوغ، بغيت نوقف معاك شويه اكثر على هذه الافكار. شنو هي هذه الافكار هذه اللي كنتوما كتدافعوا عليها كتنسيقيه؟ دونك التنسيقية أول بلاغ خرج فيها هو سميتو إلغاء القوانين الجنائية اللي كتجرمنا العلاقات الفردية بالأفراد، العلاقات الغذائية بالأفراد، ثانيا الصحة الإنجابية والجنسية للنساء حق تكون، وثالثا الحق في المساكنة اللي هو حق طبيعي من حق أي إنسان راشد أنه يديرو. وبالنسبه لهذه النقاط هي نقاط اساسيه كتدخل في اطار الحريه الفرديه للاشخاص حنا كندافعوا عليهم، يعني انسان رشيد تيعرف شنو كيدير، يعني واعي من حقه يمارس لي بوزوان الطبيعيين ديالو، ما حقش الدوله انها تدخل فيه وتمارس عليه داك النوع ديال الرقابه الى ما غير ذلك. اكيد الفكره ديالك واضحه. سعاد، بغيت نفهم علاش، شنو الحوايج اللي بانوا لك في المجتمع ما عاجبينك، شو داكشي علاش قررتي انك تكريي هذه التنسيقيه هذه وتدافعي على هذه الحقوق هذه؟ اوكي، باش نكونوا فاهمين، مجتمعنا المغربي هو مجتمع اللي كنعتبروا انا مجتمع منافق بامتياز، يعني باقي ما تحررش من شحال من حاجه. مثلا فاش خرجت سعاد اسمحي لي نوقفك، ما يمكنش نقولوا المجتمع كامل، كتهضري على واحد الفئه في المجتمع ياك؟ مهم، تنهضر على الاغلبيه، تنهضر على اغلبيه منافقه بامتياز. علاش؟ حيت ديك التربيه ولا ديك التنشئه الاجتماعيه ولا البيئيه فين تربى خلاته تبنى داك الطرح ولا ديك الاطروحه، يعني هو يدير اللي بغى وكيدير عن التخبيه، ولكن اون فوا يخرج ليه وبالخصوص تخرج ليه بنت ولا تخرج ليه انت، تتنادي بالتحرر وتنادي بمجتمع اللي هو مجتمع تقدمي ومجتمع متحرر، كيبدا يخرج عليها بالسبان، تفاعلان، تفترفه، زنديقه، فاسده الى ما غير ذلك. انا كنقول ان مجتمعنا اللي هو مجتمع منافق بامتياز، مع العلم انه هو اللي كيدير الحوايج الخايبين، يمشي يسكر، يمشي يختص بالدريات الصغار والبنات الصغار، يضرب امه، يضرب اخته، يمارس العنف على المحيط ديالو، ولكن في الصوره اللي كيعطيها الاعلام ولا اللي كيعطيها في مواقع التواصل الاجتماعي ولا اللي كيعطيها لذاك المجتمع اللي تنعتبروا ذاك المحيط الاجتماعي ديالو، كيعطي واحد الصوره اللي هي صوره ديال النفاق، يعني انا زوين على برا ولكن راه من الداخل ديالي راه ما عندي غير راسي، فهمتيني؟ سعاد، فين مستي انت هذا التناقض ولا هذا النفاق؟ كاين في فئه من المجتمع، فين مستيه؟ بطبيعه الحال مؤخرا فاش خرجت واحد الموقع اعلامي حاولت نسقي النساء العازبات، داكشي اللي كنكرر يوميا، ماشي اول مره نطالب بالعلاقات الرضائيه للناس الراشدين، ماشي اول مره ندافع على حريه المعتقد، ماشي اول مره ندافع على حريه التعبير والراي،
ولكن من بعد فاش خرجت لهم بهذا الخصوص بالضبط اللي هو العلاقات الرضائيه بين الناس الراشدين، تلقيت مجموعه من الانتقادات من دوك الناس اللي تنقول عليهم انا منافقين، حيت الاغلبيه فيهم تيمارس بحريه ولكن بالتخبيه، فهمتيني؟ كيدير داكشي بالتخبيه حيت اون فوا غيبان المجتمع كيدير داكشي ما غيعجبوش الحال هو. اي حركه تقدميه ولا تحريريه ولا اي انثى تحريريه ولا تقدميه ولا كتدعي للاشياء اللي تقدر تكون صالح المجتمع اللي تطوروا ليه شحال من حاجه، هو تيخرج كونتر ديك الفكره، حيت انت البنت ما خصكش. انا معاك اميمه، تسمحي لي بغيت نوقف معك على هذه القضيه. شفنا دارك شنو هي المظاهر اللي تخلينا نقولوا بلي هاد البنت تحرريه وتقدميه؟ واش عن طريق الى البنت ولات كدير علاقات رضائيه في المجتمع عادي، الى ولات زعما كتقدر تسكن مع اللي بغات، الى الولد هو ولا كيقدر يسكن مع اللي بغا؟ واش هذا نقدروا نقولوا عليه مجتمع متحرر وتقدمي؟ المجتمع المتحرر والمجتمع المتقدمي هو المجتمع اللي كيتقبل الاخر، هذه هي اول حاجه، يعني كتقبل الاخر بغض النظر على الدين ديالو، بغض النظر على الجنس ديالو، بغض النظر على الانتماء السياسي ديالو ولا الايديولوجي ديالو، بغض النظر على اي حاجه. هذا نقدر نسميه مجتمع تقدمي، يعني كيشوف ان الانسان كانسان ماشي انسان كدين ولا انسان كعقيده ولا انسان كفكره ولا انسان كايديولوجيا. مجتمع تحرري هو اللي كيقدس لنا الانسان ككيان كجوهر كأفق. المجتمع التقدمي هو اللي كتتاير فيه الحريات الفرديه ديال الاشخاص اللي من حقهم انهم يعرفوا يديروا اي حاجه بغاو، الى وصلت الفكره. الفكره ديالك وصلت، وين كملي؟ دونك فاش كنقول اننا نحن في حاجه، في حاجة لمجتمع تقدمي ومجتمع تسود فيه الثقافة التحررية، فراه خصنا واحد الوقت ديال الزمان اللي هو بزاف طبيعي الحال، حيت راه ماشي يلا غنبداو ندعيو بهذا الشيء ولا يلا غتجينا الفكرة لأننا ندعيو بعلاقات الرضائية بالأشخاص ولا شحال من حاجة. دونك خصنا واحد المرحلة طويلة باش باش باش, باش نحاربوا هذا الفكر الظلامي، هذا الفكر الداعشي اللي ولا كيغزونا في المجتمع ديالنا بطبيعة الحال. شنو هي المظاهر ديال هذا الفكر هذا اللي وصفتيه بالداعشي؟ شنو هي المظاهر ديال هذا الفكر هذا؟ مثلا واحد كتخرجي كتدعي للحريات ديالك الفرديه، كيقول لك يجب ان يقام عليك الحد، اسمى حق في الحياه ولا في المواثيق الدوليه كامل هو الحق في الحياه. هذا بدم بارده غيجي يطالب بمواصله الحد عليك بانه يقتلك، بانه هذو تا مظهرات ديال التواعي ديال الاخوان، جادو تا مظهرات ديال الاخوان. حنا في حاجه المجتمع اللي عطينا الكليبر بين فئات المجتمع ككل، يعني مجتمع اللي يعيش في تعايش. اللي فهمتني من هضرتك سعاد هو انك كطالبي بان العلاقات الرضائيه والمساكنه وداكشي ما يبقاش بالتخبيه، واللي بنادم اللي باغي انه يقوم بعلاقات رضائيه يقوم بها بكل حريه، بكل بحال انه كياكل، بحال انه كيشرب، بحال انه ماشي لخدمته، بحال انه تيقرا، بحال انه، حيت هذاك حق طبيعي، ما خصناش نبقاو نمارسوا النفاق على ذاتنا ولا شي حاجه، هذاك هو اساس الطبيعه اصلا، يعني بحال كليتي بحال شربتي بحال ماستي. باش نكونوا متفقين، وحتى اللي جينا نشوفوا في التمظهرات ديالو راه هو اللي مجموعه من الحوادث بطبيعه الحال. طب الصحه النفسيه ديالك كتكون مزيانه، الصحه الانتاجيه العقليه ديالك كتكون مزيانه، يعني كتقدر تخرج افكار جديده، تبدع في المجال ديال العمل ديالك، كتبدا البوجوا اللي هو داك البوجوا اللي هو طبيعي. الفكره ديالك واضحه سعاد. انا بغيت نشوف كيفاش انت كتعاملي مع الانتقادات، لان هذا الموضوع هذا زعما كيمكن نعتبروه باغمي لي طابو اللي باقيين عندنا في المغرب، وباقي كيتعرضوا عليهم الناس الانتقادات. انت من الناس اللي تعرضتي بزاف ديال الانتقادات اللي وصلوا حتى للتهديد. انا بغيت نوقف معك على لو بوين ديال الانتقادات. شنو هي الانتقادات اللي تعرضتي لها سورتو في لي ريزو سوسيو؟ كيفاش كتعاملي مع هذا الشيء هذا؟ هو الانتقادات اللي تعرضت لها واحد الكم اللي هو هائل من السب والشتم في شخصي انا كانسانه، وماشي غير انا فقط بل حتى في شخص ديال العائله ديالي، حتى هما ما سلموش من هاد الانتقادات ديال السب والشتم. كان اللي قال عليا انني دانيه، كان اللي قال عليا انني عاهره، كان اللي قال عليا انني بنت الزنقه ما عنديش موفا، كان يعني الوالديه ما عرفوش يربوني، شحال من حاجه تقالت عليا، ولكن اي فوا انا خرجت تصريح و
والا انا خرجت به مقتنعه، والا انا خرجت به ما كنناقش راسي، والا انا عائلتي جايبه لي الخبر شنو كندير ما كنناقش حتى هما ماما بابا راه كندير هكا خوتي راه كندير كيف اسمح لي وقفت لك في هذا البوان هذا، واش العائله ديالك حتى هما متفاهمين هذا التفكير ديالك المتحرك؟ بطبيعة الحال ما عنديش مشكل مع الفامي ديالي حيت عارفاني كي دايره، واي حاجه كنديرها كيجيبوا ليها الخبر ما كيدخلوش حياتي الشخصيه اصلا، يعني كتسمى حياتي الشخصيه انا وعندهم حياتهم الشخصيه كذلك. اكيد واحد النوع ديال التقبل الاخر، وطبيعي حيت الا ما بديناش من الوسط البيئي ديالنا ولا من الوسط العائلي ديالنا اننا نشرو داك الثقافه ديال التقبل الاخر ولا ديك الثقافه ديال الاختلاف، فراه ما نتمناش اننا ننشروها خارج المحيط البيئي ديالنا المجتمع ككل. إلا ما تقبلكش المك وباك والمحيط الاجتماعي ديالك اللي هي الوسط العائلي ديالك، فراه ما تستناش يتقبلك المجتمع وتنشر ديك الثقافه اللي في المجتمع. دونك الخطوه اللي انا كسوعه درتها اول مره فاش بديت كنناضل في الشق الحقوقي ولا في الشق النسوي ولا في الشيء ديال الحريات الطبيه، لا من ناحيه المعتقد لا من ناحيه اي حاجه، اول ما صرحت بالامر هو والديا وتقبلوني بصدر رحب وعادي، واخا لقيت انتقادات في الاول ولكن بعد النقاش والحوار تجي واحد المرحله ديال التقبل الاخر. بالنسبه لك انت كيفاش كتعاملي مع الانتقادات؟ زعما واش ما كيطروش فيك، ما كيضركش خاطرك، ما كتقوليش في الليل انا خايفه انا متازمه نفسيا انا هذا انا هذا انا هذا؟ لا لا جامي ما متازمش نفسيا وما وقع لي والو، بحال حيت ما كندير زيد ناقص بحال ماشي داكشي، حيت هذاك كنعتبره انا تدني الواعي وتناني انا نعطيه وقت باش يأثر فيا في نفسيتي وهذا وانا اللي خرجت التصريح وخرج بي عن اقتناع وداكشي صافي الحال ما يأثرش فيا وصافي. الخطوه اللي درتها من ناحيه ما كنتش متساهله نهائيا، ما كنتش متساهله ندوز لك النقطه، ما كنتش متساهله نهائيا مع التهديدات اللي تلقيتها، غير داك التهديد فوالا. باش نشرح للناس، انت مورا التصريحات ديالك تعرضتي لتهديدات بالقتل ياك وتم الشتم ديالك عفوا والقذف ديالك وفي العرض ديالك، شنو هي اول خطوه درتيها مورا هذا الشيء؟ من بعد ما تلقيت مجموعه من لي كومونتير ديال الناس اللي سبوني السب والشتم، ما تسوقش لهم نهائيا حيت قلت لك كما قلت له هذاك كيبين على تدني الواعي عند داك الانسان، ولكن اللي تسوقت لهم هما التهديدات بالقتل اللي توصلت لهم. يعني واحد قال لهم انا زانيه فمشر الزنا يجب مواصله الحد عليا، واحد اخر قال لهم يجب هزمها الا ان تذهب الى القبر. هذو مجموعه من لي كومونتير توصلت لهم، وكأول خطوة درتها هو أنني راسلت سميتو النيابة العامة عبر موقع الشكايات بالشخص المعني، قدمت المعلومات الشخصية ديالي وقدمت المعلومات الشخصية ديالو كذلك، وفوق أن النيابة العامة تحرك في القضية والقضية تأخذ مجرى القانوني. وهذه يومين تلقيت رسالة من موقع الشكايات على أساس أن الملف تم الإحالة ديالو سميتو الوكيل الملكي بالنيابة في مراكش. ان شاء الله يكون خير واحد القضيه وانا نقدر نكون مسالمة، نقدر نكون انسانه في طبيعي ونسامح وكل شيء، الا الدواعش او خفيفه الظلام، لا تسامح ولا تصالح معهم بتاتا. فداك الشيء ما تيضرنيش انا نهائيا في نفسيتي والو، حيت عارفه راسي كان سوا عارفه الاخرين اللي كيكتب مورا الفيسبوك عنده غير زيرو فيسبوك حتى 10 درهم ديال الكونكسيون اللي عنده الدافي انا وباقي عنده اخطاء املائيه في الكونكسيون ديالي. باش قبل ما نعطيك فرصة أخيرة باش توجهي الرسالة ديالك للناس، لو ميساج ان ميساج يكون كلير ونت للناس كاملين، بغيت نقول بأن زعما ما يمكنش لينا حنايا كمواطنين أننا نحكموا على أن كاع الناس عندهم واحد كيفكروا بنفس الطريقة ولا كاع الناس عندهم نفس المبادئ ونفس القيم. زعما أي حاجة قلناها اليوم هي متعلقة بواحد الفئة ما كنعموش، وانت دافعتي بكل وضوح وبكل صراحة على الأفكار ديالك على المطالب ديالك، كنتمنى أن الرسالة ديالك توصل للناس. ودابا غنعطيك فرصة أخرى، فرصة أخيرة أنك باش تهضري مع الناس كاملين، شنو بغا توصلي لهم عن طريق هاد النضال ديالك وعن طريق هاد الحملات ديالك؟ نعم، شكرا أميمة مجددا. دونك الرساله ديالي هي رساله واضحه، سعاد مريم ماشي اول مره اللي تخرج مثل هذه المواضيع اللي تقدر نعتبروها طابوهات في المجتمع المغربي، نقدروا نعتبروها من ديال المحرمات في المجتمع المغربي، ولكن كنزيد ناكد انه الحاجه الاولى اللي خصنا نشوفوا في الفرد ولا في اي واحد هو نشوفوه انه انسان اولا، يعني نتعامل معاه بانسانيه بغض النظر على المعتقد.
ديالو كنأكد عليها بغض النظر على الجنس ديالو، بغض النظر على الانتماء السياسي، بغض النظر على الانتماء الإيديولوجي ديالو. نحاول نتقبل الآخر بصدر رحب، يعني في إطار تقبل الآخر، في إطار تقبل الاختلاف كذلك، حيث في الاختلاف يجب أن نتعايش. ميمكنش تلقى واحد كيشبه ليك 100% وما تلقاش تلقى واحد كيتبنى نفس الأفكار ديالك، ولكن الذي يختلف معي بطبيعة الحال غندافع على الحرية ديالو في التعبير، أنه من حقه يعبر كيف ما بغى، واخا يختلف معي في الفكر ولا في الإيديولوجيا، كذلك هو خصو يدافع عليا ونعبر كيف ما بغيت في إطار النص المجموع من الأفكار، واخا هو ما كيتبناهاش، واخا أنا ما كنتبناش الأفكار ديالو. دونك الرسالة اللي تنبغي نوجه هنايا هو انا ماشي ما تنخافش نهائيا من التهديدات بالقتل، ما تنخافش، ما كنتسوقش لذاك الساد ولا لذاك الشات ولا ديك الرسائل، كميه هائله ديال الرسائل اللي تيوصلون يوميا شعر بانني ما عرفتش شنو، ما كنتسوقش لهم نهائيا، حيت كيف خرجت عرفت انني غنواجه واحد المجتمع اللي هو مجتمع منافق بامتياز، عرفت انني غنواجه واحد المجتمع اللي هو مجتمع ماشي متحضر، انا ما كنعممش ولكن كنضع هذيك الفئه اللي كيوصلوني عندها المسجات، يعني عرفت ديك الهضره ديالي اصلا كانت موجهه لهم هما، موجهه لهم هما باش نخلق واحد النوع ديال بحال اللي قلتي زعزعه في العقل ديالو، ربما داك السيد غيمشي يحاول شنو كتقول ليه، غيمشي يحاول شنو كتقول هادي، ربما عشرات الناس غيخرج يقلب على الفكره ولا هذا. الهدف ديالي كان واضح هو نخلي واحد يتزعزع ليه عقله شي شويه ويمشي يبحث ويقرا عليه شي شويه ويتحضر، ما يبقاش في ديك الافكار اللي هي افكار رجعيه بالداخل ديال العادات والتقاليد والاعراف اللي خلات المجتمع ديالنا ما يزيدش يتقدم، اللي خلاته يكون باقي كيعيش دوك العصور ما قبل التاريخ اصلا، دوك افكار اللي هي افكار رجعيه بامتياز وتخليفه بامتياز، اللي ما كتشوفش الانسان كانسان وما كتشوفش. شكرا لك سعاد، شكرا لك. باقا عندك شي فكره باقا باغي تقوليها؟ واخا نكمل دابا. الانسان انسان كانسان، لا امراه كامراه، دونك مشروع عافاكم ثقافه الحب، مشروع ثقافه السلام، ما تكونوش اعداء بينكم وبين ذاتكم، راه بالاختلاف تنبداو، ومن الاختلاف نقدروا نوصلوا لحاجه مزيانه. وشكرا لكم جدنا امي مع الاستضافه. مرحبا بك سعاد، وشكرا لك بزاف حيت انت تقاسمتي معنا الاراء ديالك والافكار ديالك بكل صراحه ووضوح. وهكا متابعينا غادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا لهذا الاسبوع، موعدنا كيتجدد بكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده، فكونوا دائما في نوعيد. باي باي.